السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم، عندنا أداة جديدة جي اس ام اجا. بدنا نعمل تخطي حساب اي كلاود مع تشغيل الشبكة. زي ما شايفين الجهاز عليه رسمي، سوفت ويره الاصلي. في البداية اذا ما كنت مشترك بالقناة يا ريت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالنسبة للرقم الاول في المسابقة وهو 3، اول خطوة بدنا نعملها نعمل اغلاق للهاتف. بضغط على الباور، نطفي الجهاز، بعدها بنضغط خفض الصوت مباشرة عشان يدخل الجهاز بوضع الريكفري. راح اترك لك رابط تحميل الاداة في الوصف. واذا واجهتك مشكلة اثناء تشغيل الاداة، زي ما شايفين دخل في وضع الريكفري. إذا واجهتك مشكلة أثناء تشغيل الأداة، الموضوع بسيط جدا، بتنزل بتشغل برنامج في بي ان مع الأداة زي ما أنا عامل بالضبط. راح أترك لك رابط هذا البرنامج مجاني تشغله في حال صادفتك أي مشكلة. الآن الخطوة الثانية بالنسبة للرابحين من المسابقة، في الكود هنا زي ما شايفين ICID، بتضغط عليه بتنسخ لي إياه وبتبعت لي إياه للي بعلن اسمائهم انهم رابحين معنا. او اذا كنت بدك تعمل اشتراك، بدك تبعت هذا الكود من مواقع التواصل هون مع اصحاب الاداء مباشره. الان الخطوه الثانيه، بعد ما دخلنا الجهاز ريكفري ندخله في وضع الديفيو مود. بضغط على انتر ديفيو مود، بضغط هون بحكي لك لازم تضغط باور مع خفض الصوت مع الستارت. بضغط ستارت، بضغط خفض الصوت مع الباور. بعد 3 ثواني برفع ايدي عن الباور، بضل ضاغط على خفض الصوت. هيك الجهاز دخل معنا في وضع الريكفري، ولكن ما زال على الاداء يعطي انه بوضع الديفيو مود، ولكن على الاداء بيعطي ريكفري. بعمل ريفرش تولز من هون، برضو ما زال في وضع ريكفري. بدخل على السهم الموجود هون، بروح على فيكس درايف وبضغط عليها. ميزت هاي الأداة انها بتعمل اصلاح للتعريفات لوحدها مباشرة، يعني خطواتها سهلة جدا، بتعرف على جميع الأجهزة. زي ما شفتوا تعرف ديفيو مود، اخذ الجهاز بشكل طبيعي. الخطوة التالية وهي نضغط على بوت باور ديفيو مود، وبننتظر لغاية ما تتم العملية. لساتها 70%. هيك تمت العملية بنجاح. بروح على الخيار الثاني بوت رام ديسك وبضغط عليه. موضوع الفي بي ان راح يتعالج في التحديثات القادمة. تواصلت مع صاحب الأداء وحكى لي استخدم الفي بي ان عشان نحل هاي المشكلة مؤقتا، ولكن في الاصدارات القادمه راح تكون شغاله بدون في بي ان في كل الدول. انا حطيت على الفي بي ان امريكا يونايتد ستيت، فمباشره اشتغل بشكل طبيعي، وزي ما شايفين بحمل الملفات بشكل طبيعي. بالنسبه للرقم الثاني في المسابقه برضه 3. بلش عملية الرام ديسك، ننتظر لتتم العملية بشكل كامل.
80%، 90%. بلشت عملية الرام ديسك، اشتغلت. الآن بضغط على Open SSH عشان أعمل Open للبورت. تمت العملية، بضغط OK. الآن الخطوة التالية بعمل باك اب باس كود، بضغط عليها. بحكي لك بدك تخزن نسخة احتياطية على السيرفر، بحكي له يس. في حال نسيت النسخة تقدر ترجع للنسخة من السيرفر مباشرة، نضغط اوكي. وهي النسخة كمان الاحتياطية طلعت بالملف زي ما انتم شايفين. نعمل كلوز. الآن بعد ما أخذنا النسخة الاحتياطية مباشرة طلع عندنا الملف، نضغط على Factory Rest. Do you want to factory? Yes. Successfully. هيك أنا بعد ما أخذت النسخة الاحتياطية وعملت Factory Rest، يعني عملت له ضبط مصنع للتليفون، الآن التليفون راح يشتغل معي مسكر iCloud، وراح نبلش الخطوة الثانية اللي هي إرجاع المعلومات الشبكة عشان يشتغل معنا الجهاز بشبكة بشكل طبيعي. بالنسبة للرقم الثالث في المسابقة هو 6. طبعا المسابقة أعلنت عنها في جروب التليجرام، الناس الموجودين معنا داخل الجروب، وحطيت على المنتدى برضو. ما زال الجهاز بيعمل ريستور، يعمل ضبط مصنع. طبعا بعد ما ننهي الخطوات جميعها راح نجرب برضو البطاقة، نشتغل نشبك بطاقة ونجرب بطاقة. طبعا زي ما انتم شايفين الجهاز عليه اصدار 15.8 اخر اصدار. هيك سكر iCloud، هلا راح يفتح التليفون. انتظر لغاية ليشتغل التليفون بشكل كامل. زي ما شفتوا الجهاز اشتغل، وهيك سكر iCloud بشكل نهائي. الآن الخطوة التالية برجع بطفي التليفون بشكل كامل، بضغط باور، بضغط على زر الباور، بعمل إغلاق، بضغط على خفض الصوت، بضل ضاغط على خفض الصوت. الرقم الثالث في المسابقة 6. هيك دخل في وضع الريكفري. الآن بدي ادخل الجهاز في وضع الديفيو مود، بضغط على انتر ديفيو مود، بعمل نفس الخطوات اللي عملتها، خفض الصوت مع الباور مع ستارت. بعد 3 ثواني برفع ايدي عن الباور، بضل ضاغط على خفض الصوت. هيك بكون الجهاز دخل معي في وضع الديفيو مود، والجهاز اتعرف فوق بشكل طبيعي. الآن بعمل بوت باور ديفيو مود، بضغط عليها.
بعد ما خلص الباوند بعمل بوت رام ديسك، بضغط على الخيار الثاني. بنتظر لتتم عملية الرام ديسك بشكل كامل. ستين بالمية. يحمل في ملفات الرام ديسك. ولا بس يخلص المية راح يبلش ينزل ملفات الرام ديسك على يعطي الجهاز رام ديسك. 93 95 مية. بلش يعطي الجهاز الآن عملية الرام ديسك. طبعا ميزة هاي الأداة أنها بتعمل إصلاح للتعريفات خلال عملية الشغل لوحدها، في حال تعريف تغير أو صار عليه مشكلة أو فقد التعريف، فهي بتشتغل على التعريفات مباشرة. الآن بلش يعطي الجهاز بالرام ديسك زي ما أنتم شايفين. تمت العملية، ننتظر لتكتمل. اكتملت العملية. الآن بدنا نعمل Open SSH، نضغط عليها، ننتظر لتتم. زي ما شايفين بلش ياخذ، أخذ البورت بشكل كامل. أعمل أوكي. الآن الخطوة الأخيرة، بدي أعمل Restore Passcode. بضغط على Restore Passcode. هون بحكي لك من وين بدك تاخذ الباك اب، من الكمبيوتر او من السيرفر، ما بتفرق، تقدر تستخدم السيرفر او الكمبيوتر. انا راح احكي له الكمبيوتر كونه خزنها على الكمبيوتر. في حال انك فقدت هاي النسخه تقدر ترجع لها من السيرفر، يعني غيرت جهازك فتحت الاداه على جهاز ثاني، تقدر تستخدم السيرفر فبرجع لك النسخه الاحتياطيه تاعتك وما بتفقدها نهائيا. هاي ميزه هاي الاداه. الآن بحكي لك بدك توقف التحديثات وضبط المصنع، بحكي له يس. هون بحكي لك ريستور اي ديفايس. هيك الجهاز تمت العملية بنجاح. ميزة انه انت يعني شفته لما عملنا استرجاع، اعطانا انه بدك النسخة اللي على الكمبيوتر ولا النسخة اللي موجودة على السيرفر. ليش؟ لانه عاملين نسخة على السيرفر. ففي حال انك فرمت جهازك او عملت سوفت وير لجهاز الكمبيوتر وراحت النسخه من عندك، فانت بتقدر تسترجع هاي النسخه مباشره بدون اي صعوبه. زي ما شفتوا الجهاز فتح بشكل كامل ما في اي مشكله. الان بدنا نجرب البطاقه. نشبك خط، نشبكها، نشبك الخط بالتليفون، نعطي كود، زي ما شفتوا جاب شبكة. الآن بعمل عملية اتصال عشان أتأكد إنه شغل تمام. اشتغل الخط بشكل طبيعي 100%. بالنسبة للرقم الأخير وهو 4، هيك أرقام المسابقة الأربعة ذكرتهم خلال الفيديو. أول 4 أشخاص بيبعتوا لي الأرقام راح يربحوا ريجستر لجهازهم. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نراكم في فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.